الله الرحمن الرحيم مشاهدي اس بي سي ومستمعينا عبر اذاعه جده، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده اللي حاب يتواصل فيها معنا من خلال تويتر على الهاشتاج الظاهر امامكم على الشاشه، واللي حاب يتواصل معنا في نقطه نظام من خلال رقم التواصل يرسل فيديو على تطبيق الواتساب على الرقم 0570110011، وكل شوي بيتكرر معكم هذا الرقم خلال هذه الحلقة. والله الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كانت على الموعد، ما خلتنا ننتظر كثير، الإثارة التشويق الحماس موجود حتى وإن كانت المدرجات خاوية، بيانات مطالبات بإقالات، ماراثون في المفاوضات، الله لا يخلينا من هالدوري. البداية مع العناوين: النصر يطالب اتحاد الكرة بإعفاء تريساكو ويهدد بالعمومية، والسويكت يقول ما حدث بالديربي كان ترصدا مخلا بميزان العدالة، رباعية الهلال تسقط أفضلية النصر الدفاعية بعد 23 جولة، احتفالات هنا وطقطقة هناك، تبعات الديربي التاريخي مستمرة، الصوات بتدريبات الاتحاد بعد ثبوت سلامة الإجراءات التعاقدية، ومن الرياض لديربي جدة غيابات بالجملة، هذه القمة متوترة، كاريلي وأنمار يطالبون اللاعبين بصفحة جديدة تبدأ من الأهلي، عين الباحة يعود بحذر ويحافظ على صدارة الأولى بالتعادل، اسمحوا لي رحب بضيوفي في حلقة اليوم. معي في جدة الأستاذ الكبير جمال عارف الناقد الحصري ببرنامج أبو عبد العزيز، حياك الله وحشتنا، مشتاقين. يا هلا والله وحشتوني وحشني مشاهدين البرنامج، وأنا الحقيقة يمكن الفترة الماضية يعني حقيقة عانينا كثير جدا جدا يعني، لكن الحمد لله إن شاء الله نكتب ثمار هذا التعب إن شاء الله بإذن الله، ونحسر هذا الوباء بإذن الله، ونعود حياتنا طبيعية الحمد لله في تحسن ملموس. وأنا الحقيقة يمكن الشيء الحقيقة لفت نظري في الجولة الأولى المسمى أفضل ما في الجولة الأولى أو بعد يعني الجولة الماضية المسمى عيدنا عيدين، عيدنا بخروج خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه إن شاء الله بالسلام المستشفى، وعيد الأضحى المبارك إن شاء الله. ولكن بالنسبة لي أنا الجولة ما كانت يعني بناخذ اللي ما كانت ما كانت اللي بالنسبة لي أنا ما كانت يعني ممتعة، بالعكس كانت حقيقة يعني فيها نوع من الإيش لو تنظرها من زاوية واحدة لزاويتك أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي لكن من زاوية أوسع ممكن بالنسبة للهلاليين طبعا فرحانين هلاليين ويستحقوا حقيقة رباعية. طيب بنص المستوى. طيب ما أيضا معي العزيز والغالي طارق النوفل ناقد الحصري برنامج من الرياض، يا هلا وسهلا أبو محمد. هلا وسهلا ابو لطيف، امسي عليك وعلى الزميل العزيز ابو عبد العزيز وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، واقول كل عام وانتم بخير للشعب السعودي، وعيدكم عيدين فعلا مثل ما ذكر ابو عبد العزيز، يعني اكثر ما يميز هذه الجوله هو مسماها. صحيح. اليوم نادي النصر أصدر بيان صحفي الحاقا لبيان نادي النصر الأول المتعلق بالأخطاء التحكيمية والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على أخطاء التحكيم من شهر أكتوبر للعام الماضي، والذي قد تنبأ بما جرى وحذر من مغبة الأخطاء التحكيمية وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة. طبعا البيان طويلة بحاول أختصرها في نقاط معينة. نادي النصر أرسل خطابه الأول في شهر فبراير 2020 لاتحاد الكرة، طالب فيه بإعفاء رئيس لجنة التحكيم فرناندو تريساكو، وأصدر أو صدر خطاب ثاني للاتحاد السعودي في شهر مارس طالب أيضا بذات الموضوع، ودعم أيضا هذه المرة المطالبات بأسانيد قانونية جديدة مستندا فيها بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. أيضا رئاسة نادي النصر أو إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت أرسلت خطاب ثالث
اليوم إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتضمن فيه القرار استمرار المطالبة بإعفاء رئيس لجنة الحكام تريساكو بناء على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في الجولة الماضية أمام نادي الهلال، والذي وصفها بيان نادي النصر أنها مضرة لعدالة المنافسة ونزاهتها، والفشل ملحوظ في إحضار نخبة من حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار. أيضا ختم نادي النصر بيانه أنه مطالباته محل أنه يطالب اتحاد الكرة بضرورة إعفاء رئيس نادي رئيس لجنة الحكام، وإن لم تجد هذه المطالبات قرارا من اتحاد الكرة سيضطر نادي النصر إلى اتخاذ حق آخر كفله له النظام الأساسي حسب بيانهم، والذي يطالب فيه بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهذه الدعوة كفلها النظام بموجب المادة 29 والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إعفاء رئيس لجنة الحكام استنادا للمادة 37 تقسيم 1 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة. هذا وقد غرد رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت بعدة تغريدات جاء فيها أنه بعد مشاهدة المباراة لعدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى في قلوبنا أو على قلوبنا دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا بميزان العدالة بين قوسين من قبل فار. وفي التغريدة التالية سبق أن طالبنا والحديث للسويكت من خلال بيان سابق وخطابات الحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة. سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغييرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، ونادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله. معي عبر الهاتف فهد برباع المستشار القانوني للبرنامج. رحب فيك أبو فيصل. سؤالي مباشرة، هل يحق لنادي النصر أن يقدم بمثل هذه المطالبات تجاه اتحاد الكرة، وهل يحق له المطالبة بعقد جمعية عمومية لذات السبب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييك الأستاذ سلطان، وحيي الأساتذة الكرام الأستاذ جمال والأستاذ طارق. حياك الله. زمان عنكم، والحمد لله على الصحة والعافية، وبإذن الله قريبا يزول هذا الوباء. يا فيما يتعلق ببيان نادي النصر، أولا يعني من الأخطاء الجسيمة اللي موجودة في الأنظمة النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم أو الأنظمة اللي موجودة الرياضية للاتحاد كرة القدم، إنه بيسمحوا للأندية بإصدار أي بيان وبإصدار أي بيان إعلامي، سواء هذا البيان يعني فيه له ضرر كبير من ناحية تأجيج الرأي، أو أنه بيان عادي بيتعلق بأمور مثلا تتعلق بذات النادي، أو بيان بيتعلق بالطعن على لجنة دائمة وهي لجنة حكام أو أي من اللجان الأخرى أو اللجان القضائية. وأنا أشوف أنه لابد يضع حد لهذا الأمر، لأنه الأمر أصبح في تأجيج للرأي. كل من لديه أي مطالبات يتقدم بها بخطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبدون أي بيانات إعلامية وإثارة الرأي العام. وهذا الأمر كان يعني إدارة نادي النصر تقوم فيه بموجب البيان الصادر، أصدروا 3 خطابات إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم أو خطابين دون أي يعني وجود لبيانات إعلامية وأي إثارة لهذا الضجيج. وهذا ما أنصح فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم، سواء فيما يتعلق بنادي النصر اليوم البيان أو غيره. طيب، أنه يجب أن يكون في حد بوضع نظام معين أو بند في الأنظمة لا يسمح لأي نادي بإصدار بيانات إعلامية فيها إثارة للرأي العام. طيب، في ظرفنا هذا نادي النصر لم يخالف بإصدار هذا البيان، ويمكن من مبدأ الشفافية ما بينه وما بين الوسط الرياضي صدر نادي النصر هذا البيان، لكن خلينا في فحوى هذا البيان ومطالبته. هل هي معليش تسمح لي أستاذ سلطان، ما في اصلا يعني النادي هذه الاداره اداره منتخبه، واداره منتخبه من جمعيه عموميه في النادي، والجمعيه العموميه هذه هم اعضاء ذهبيين واعضاء عاديين سجلوا في النادي بموافقه من وزاره الرياضه، فيجب احترام كل هذه الجهات. هو رئيس النادي او غير رئيس النادي ما هو جاي عشان جمهور، هو جاي عشان يؤدي غرض معين ويحترم لوائح معينه
وما في ما في ما في داعي لإثارة الرأي العام. هذا أنا ما أتكلم على فقط يعني نادي النصر له كامل احترامه وتقديره، ولكن أتكلم على كل الأندية. في أنظمة لابد إنك أنت يعني تكون محترمها. يكفي وضع بيانات لتأجيج الرأي العام على مسألة حكام وما حكام. عندك طلب قانوني تستطيع إنك أنت تروح للاتحاد السعودي أو بطلب مثلا عقد الجمعية العمومية إذا أنت استوفيت الإجراءات اللي موجودة في النظام الأساسي. طيب هذا رأي فهد بربع الشخصي فيما يخص إصدار البيانات طيب. بشكل عام للأندية، لكن خلينا نتكلم عن البيان ذاته وما يحتويه البيان من مطالبات، هل هي قانونية؟ طبعا البيان فيما يتعلق أولا بطلب من مجلس إدارة الاتحاد إقالة رئيس لجنة الحكام هو من الصلاحيات لمجلس إدارة الاتحاد السعودي بأنه بإقالة أو تعيين اللي هو رئيس لجنة الحكام. هذه الصلاحيات أصلا موجودة لمجلس إدارة الاتحاد وليس لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، للمجلس كامل أنه يصوت على الإقالة. فالطلب طلب قانوني صحيح أنه هم يطلبوا من الاتحاد السعودي اتخاذ مثل هذه الإجراءات إذا كان هناك الأسباب واضحة، فيعني من حقهم ذلك، ومن حق الاتحاد السعودي أنه هو يوافق أو يرفض كمجلس إدارة. أما فيما يتعلق إن لم يوافق الاتحاد السعودي على هذا الطلب فسوف يتم تطبيق المادة 29 المتعلقة بطلب جمعية عمومية غير عادية. فهذا الطلب غير قانوني لنادي النصر، لأنه يجب عليه إن أراد التقدم بهذا الطلب أنه يجب عليه أن يكون معه 50+1، يعني أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية. فإذا ما جينا وجدنا في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم بأن أعضاء الجمعية العمومية 49 عضو، ويجب عليه على نادي النصر أنه يعني ما يقارب 25 أو 24 نادي يكونوا موافقين معه على طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية. وفي حالة تمت هذا الأمر فإنه من واجب الاتحاد السعودي لكرة القدم حينها أنه يعقد الجمعية العمومية الغير عادية خلال 15 يوم من استلام هذا الطلب. أما أنه طلب نادي النصر بمفرده فهذا لا يجب نظاما. طيب عقدت الجمعية العمومية الغير عادية، هل يحق لهذه الجمعية إعفاء رئيس لجنة الحكام؟ الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم من صلاحياتها تعفي حتى رئيس الاتحاد، فبطبيعة الحال من حقها أنها تعفي رئيس لجنة الحكام إذا كان هذا الطلب موجود في جدول أعمال الاتحاد بس أو في جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية. بس أليست من خارج صلاحيات العمومية يا فهد؟ أي صلاحيات موجودة لمجلس إدارة الاتحاد فهي بطبيعة الحال تكون من ضمن صلاحيات الجمعية العمومية، لأن الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية وهو من وضع هذا الاتحاد وهو السلطة الأكبر للاتحاد السعودي لكرة القدم، فبالتالي يجمع جميع الصلاحيات. وانت لو ترى في ايضا في النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكره القدم ماده 74 من هذا النظام انه في حال استمعت الجمعيه العموميه الغير عاديه وكان هناك طلب بسحب الثقه من رئيس الاتحاد او من مجلس الاداره لحل مجلس الاداره، فاذا وافقوا 3/4 اعضاء الجمعيه العموميه فيسقط المجلس. طيب انا عشان اوضح كلامك فهد، انت تتحدث عن انه يحق لنادي النصر المطالبه بانعقاد جمعيه عموميه اذا اكتمل نصاب المطالبه اللي هي 50+1 من اعضاء الجمعيه العموميه، وانه يحق للجمعيه العموميه اسقاط رئيس لجنه الحكام بناء على تصويت معين او اليه معينه تتم في هذه الجمعيه، صح كلامك او صح كلامي؟ صحيح. طيب صحيح. انت استندت الى اللائحه رقم 75 اللي سحب الثقه من مجلس الاداره واتحاد الكره، لكن هو يتحدث عن اتحاد واعضاء مجلس اداره، لم يتحدث عن اعضاء لجان وفق الماده 37 تقسيم 1 اللي طالب فيها نادي النصر اللي هو اعفاء شخص او هيئه. ما في سؤالك سامحني. طيب انت تتحدث انه الجمعيه العموميه من حقها سحب الثقه من مجلس الإدارة وأن تحل الاتحاد بشكل كامل، فكيف ما تقدر صحيح. تحل رئيس لجنة حكام، صح ولا لا؟
صحيح. ونادي النصر في بيانه ذكر أنه يستند إلى المادة 37 تقسيم 1 من النظام الأساسي اللي هي تتحدث عن إعفاء شخص أو هيئة، واللي يقول نصها يحق للجمعية العمومية إقالة أي شخص أو هيئة من هيئات الاتحاد التي تقع ضمن اختصاص الجمعية العمومية. اللجنة لجنة الحكام لجنة مستدامة، هل هي من ضمن صلاحيات اللجنة الجمعية العمومية؟ طيب أنا أعطيك إجابتك من ناحية أخرى. قول. إذا 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 قام مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة رئيس لجنة الحكام، هل من حق رئيس لجنة الحكام إنه يتظلم من هذا القرار أو لا؟ هذا أمر آخر. يتظلم أمام مين؟ يتظلم أمام الجمعية العمومية. الجمعية العمومية. نعم. طيب، فإذا الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية الأعلى، هي من وضعت الاتحاد، وبالتالي هي من صلاحياتها إنها تقيل أي شخص موجود في هذا الاتحاد. بناء على المادة 23 تقسيم 17 التي تتحدث عن صلاحيات الجمعية العمومية في إقالة شخص أو هيئة، صح ولا لا؟ صحيح. اللي هي تعود أيضا إلى المادة رقم 37 إعفاء شخص أو هيئة، رقم 2 اللي يتحدث عن يجوز لمجلس الإدارة إقالة شخص أو هيئة من الهيئات التي تقع ضمن اختصاصه مثل الأمانة العامة، اللجنة الدائمة، هذا فيما يخص صحيح. اتحاد كرة القدم، واللجنة الدائمة هي لجنة الحكام، ولا يجوز له إقالة أي من رؤساء أو نواب أو أعضاء اللجان القضائية اللي هي استئناف، لأن من صلاحيات الجمعية العمومية. يا سلام، إذن ليست من اختصاص العمومية، صح؟ يعني هذه تفسر بأنه أعضاء اللجان الدائمة يعني ما يحتاج إنك أنت تسوي جمعية عمومية وتجمع 49 عضو عشان تقيله. فأنت يا مجلس إدارة من حقك، لأنه هذه تعتبر لجان دائمة عادية، لكن اللجان القضائية اللي يعتبر سلطة قضائية لابد إنها جمعية عمومية. بالتالي هذه أعلى سلطة، يعني السلطة القضائية تعتبر أعلى سلطة من اللجان الدائمة. فمن له الحق بإعفاء أعلى سلطة اللي هي سلطة قضائية له الحق بإعفاء اللجان الأخرى الدنيا. فأنت كجمعية عمومية أول شيء أنت كمجلس إدارة الاتحاد السعودي مين اللي عينه؟ الانتخابات في اللجنة العمومية، جمعية عمومية. خلاص الجمعية العمومية إذن هي لها السلطة العليا في إدارة هذه الأمور كاملة. طيب بس أنا يعني نادي النصر يعني اليوم يبغى له يعني 25 عضو من أعضاء الجمعية العمومية حتى يعني يستطيع إنه يعقد جمعية عمومية غير عادية. وخلال 15 يوم من استلام الطلب حيتم يعني تتم الجمعية هذه وتتم فيها اتخاذ القرار المناسب. فأنا يعني كنصيحة لهذا النادي إنه إذا يعني تبغى يعني تكون خطابك أقوى بشكل أقوى، يكون له أثر وبشكل سريع، أنا أطلب إنه يعني يعقد مجلس إدارة لرابطة الدوري المحترفين. الرابطة تحتوي على 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 أو تضم 16 عضو من أعضاء اللي هو الأندية الكبار اللي هي الأندية الدرجة الممتازة. يستطيع من خلال الرابطة إنه بالتنسيق ما بين الرابطة واتحاد القدم، لأنه في ممثل لاتحاد القدم في مجلس إدارة الرابطة، إنه يعقد سواء جمعية أو بخطاب معين من ال 16 عضو أو 8 أعضاء. في حال وجود 8 أعضاء وافقوا نادي النصر على إرسال خطاب أو وافقوا على إسقاط رئيس مجلس الحكام، فمن حقهم أن هم يقدموا هذا الخطاب لرئيس مجلس إدارة الرابطة، ومن خلال رئيس مجلس إدارة الرابطة رفعوا إلى الرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. طيب يمكن يجيك واحد يسألك يا فهد، ألا يعتبر هذا تدخل في قرارات اتحاد الكرة السعودي؟ أنت طالب بإسقاط الاتحاد كله، لكن ما طالب بالتدخل في صناعة قرار هذا الاتحاد. أي القرار قرار مجلس إدارة الاتحاد. أنت تحاسب الاتحاد لكن ما تقرر عنه، أنا صح؟ أي القرار قرار مجلس إدارة الاتحاد. أنا أقول نادي النصر اليوم كعضو فرد واحد من 49 من الصعوبة إنه يجد قبول لهذا الطلب. لكن لما أنت تروح عن طريق الرابطة من خلال 8 أعضاء من الأندية الكبار، فممكن يجد قبول ويجد اجتماع، ولو كان بالذات لو كان هناك مبررات لهذا الخطأ. يعني لازم تكون هناك مسببات أو أشياء واضحة حتى تعتمد العمومية المطالبة بإسقاط عضو لجنة. لا بدون أي مسببات. طيب. بالنسبة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمجلس إدارة الاتحاد بدون أي مسببات، إنه يرفع 25 أو 24 عضو طلب بعقد جمعية عمومية وجدول أعماله إقالة رئيس لجنة الحكام. واضح. لازم يكون السبب في جدول الأعمال. لازم يكون موضح في جدول الأعمال. لازم ضروري. واضح.
طيب فهد برباع المستشار القانوني للبرنامج، شكرا جزيلا لك ابو فيصل على هذه الايضاحات. مشاهدينا ومستمعينا احنا بنروح الفاصل القصير، نرجع نشوف راي ابو عبد العزيز جمال عارف وطارق النوفل. النصر يطالب اتحاد الكرة بإعفاء تريساكو ويهدد بالعمومية. والسويكت يقول ما حدث بالديربي كان ترصدا مخلا بميزان العدالة. رباعية الهلال تسقط أفضلية النصر الدفاعية بعد 23 جولة. احتفالات هنا وطقطقة هناك، تبعات الديربي التاريخي مستمرة. أصوات بتدريبات الاتحاد بعد ثبوت سلامة الإجراءات التعاقدية. من الرياض لديربي جدة غيابات بالجملة، هذه القمة متوترة. كاريلي وأنمار يطالبون اللاعبين بصفحة جديدة تبدأ من الأهلي. عين الباحة يعود بحذر ويحافظ على صدارة الأولى بالتعادل. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، أجدد ترحيب بضيوفي، معي في جدة جمال عارف ومعي من الرياض طارق النوفل. استمعنا قبل شوي لبيان نادي النصر وللرأي القانوني من فهد برباع، أنت إيش رأيك أبو عبد العزيز؟ والله شوف أنا بالنسبة للحاجات القانونية يمكن تكلم عليها الأخ فهد برباع، وإن كنت أتمنى حقيقة تسألوا عن تغريدة الدكتور صفوان السويكت إيش فيها من نواحي قانونية، أن التغريدة كانت حقيقة فيها أشياء يعني ممكن يحاسب عليها. لكن في كل الأحوال أنا أحب الإدارة اللي تحافظ على حقوق النادي، الإدارة اللي تحافظ على حقوق النادي، تخرج تدافع تتكلم توضح بس بأسلوب على أساس أنه ما فيها نوع من التشويه والإساءة للآخرين. بالعكس أنت هنا أمام جمهورك يطالبك دائما أنك تكون على قد المسؤولية اللي وضعت فيها. الجمهور هو هذا بالنسبة للنادي هو الأساس، فبالتالي أنت أمام جمهور. لكن مسألة إني مثلا أتكلم على أنه أطالب أنه رئيس لجنة الحكام أشيله، ترى على فكرة الاتحاد السعودي ممكن هو يجيب، حتى لو نادي النصر جاب 25 نادي لو جاب 25 مضبوط وقال يلا بتقدم، نادي الاتحاد السعودي ما حطها في الأجندة حقته، من حقه. أنا ماني مقتنع إنه هذا كلام أنا أغيره، وطالما أنا وضعت الثقة في هذا الرئيس لجنة الحكام فلا يمكن إني أنا أقول على نفسي إني أخطيت، لأنه يعني ممكن يكون ما أحطه في الأجندة حق الاجتماع. لا، الاجتماع هو قائم على إيش؟ قائم على المطالبة بمراجعة عمل رئيس لجنة الحكام. ما صار الاجتماع واتخذ تصويت عليه. ما صار الاجتماع، وصار اجتماع دوري. اجتماع دوري أمر آخر. صار اجتماع دوري وما حطه في الأجندة، أجندة الاجتماع ما حد يقدر. هذا شأن إداري بحت. يقول لي أنا ما أقدر. وبعدين أنا أبغى أسأل سؤال، إدارة النصر إذا تبغى الطالب مطالبة حقيقية، إلا إذا كان إسكات الجماهير وهي ضغط من الجمهور. شوف أنا واضح إنها في ضغط من الجمهور عليهم إنكم لازم تتكلموا ولازم 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 تخرج. لكن لو كان هم يبغوا مثلا شيء يعني يمكن يكون يعني أقوى وحتى يوضح أكثر، إنه يقول لك إحنا نطالب بإقالة اتحاد الكورة، لأنه اتحاد الكورة اللي جاب رئيس الاتحاد. يعني تقصد لو كانت المطالبة جدية؟ جدية. هي المطالبة ما هي جدية. أنا واضح إنه يعني تتوقع إنه اتحاد الكورة هل يمكن إنه يشيل واحد رئيس لجنة حكام لسه على الموسم ما انتهى؟ أول شيء هذا، أول شيء. والثاني شيء إنه هذا رئيس لجنة حكام. هي ما قد صارت يا أبو عبد العزيز؟ ها؟ هي ما قد صارت وانشالوا رؤساء لجنة حكام في وسط موسم؟ إيوة بس. ما هي بعيدة. يعني. إذا يبغوا الاتحاد، شوف خلينا نتكلم بواقعية، إذا يبغوا اتحاد الكرة يشيلوه حيشيلوه. حتى لو ما في مطالبات، ما يبغوه حيشيلوه، ولو يبغوه ما حيشيلوه. لو جات كل الأندية طالبت إنه يقال
هرجع استنى لين الاتحاد السعودي يوافق انه يدخل القرار هذا او الرغبه هذه في الاجنده، وبالتالي تاخذ اوقات لين ينتهي الموسم. على العموم في كل الاحوال شوف، انا شخصيا احب الانديه اللي تدافع عن حقوق ناديها، واحب انك انت دائما تكون خط دفاع لهذا النادي. الاداره مسؤوليه النادي في يد الاداره هذه، اي اداره، ما اتكلم عن اداره النصر، اي اداره في ادارات الانديه، ولكن انك انت لازم كمان يعني تكون منطقي في الحاجات اللي تكون مقبوله. انا اعترف الحكم كان فنيا ضعيف، لكن شخصيه قويه للامانه، تعامل مع الكروت الصفراء وبثقه واتخذ القرار وواضح في قراراته، كان في عنده شخصيه قويه. في اخطاء يعني تأيد ابو فهد امس الشخصيه، نعم تأيد الفوده، هو الفوز قال ايوه صحيح ابو فهد قال انه شخصيته قويه، لكن اخطائه الفنيه يعني مثلا ضربه الجزاء حقت النصر ضربه جزاء، وفي طرد ل حمد الله في الكرت الثاني ياخذ كرت ثاني وبالتالي يطرد، ففي اخطاء فنيه. ويمكن الناس اللي تتكلم تقول لك انه مو خطا مؤثر على البلنتي، ممكن يكون مؤثر وممكن يكون مؤثر، يعني مثلا لو حسب البلنتي وما سجل النصر النتيجة 1-0 زي ما هي. إذا في كل الأحوال أنت إذا تبغى تلعب في الفريق داخل الملعب، شوف أنا من يوم ما أشعر الكلام الكثير والهذا، والله أنه قبل المباراة كنت متأكد أنه النصر مغلوب. ليش؟ لأنه كل واحد، شوف خلينا ما نلوم إدارة النصر، شوف انا الناس اللي تتكلم تقول لك اداره النصر تلام، لا ما تلام اداره النصر. مين يلام؟ يلام اعضاء الشرف، اعضاء الشرف اللي في النصر اللي سامحين نفسهم انهم هم يخرجوا يتكلموا ويثيروا هذه الاشكاليات وما ادري، لكن يعني شعرت انهم وتروا الاجواء قبل. طبعا طيب. لكن اداره النصر ما كان فيها خروج اطلاقا، باستثناء المطالبه حقت لجنه المنشطات انها تروح تي، وهذا خطا جسيم جدا جدا ولم يكن رسمي بشكل رسمي من الاداره، الحقيقه يجب ان يحاسب عليه، تحاسب طيب. عليه طارق النوفل، يعني هذا البيان رقم كم؟ هذا البيان الرابع لنادي النصر اللي يطالب فيه باعفاء رئيس اللجنه ويطالب فيه بمراجعه الاخطاء التحكيميه، الا يحق لهذا النادي ان يستمع له احد من الاتحاد الكره او يرد عليه؟ واضح انه ما في احد رد على الخطابات الثلاثه الماضيه. شوف اذا احنا بنتكلم لابد ان ناخذ الموضوع بشكل اشمل يا ابو لطيفه. شوف من وجهة نظري، عملت في نادي وأعرف أحيانا كيف تدار هذه الأمور. أول شيء مطالبة نادي النصر من وجهة نظري، ما أتكلم عن قانونيتها من عدمها، إدارة النصر تطالب بحق من حقوقها أنها تقول أننا نبغى نغير، أو يعني تحاول أن تفرض عضلات أنه نحن نرفض ما تقوم به لجنة التحكيم. أقل شيء اللي أعجبني في هذا الموضوع بشكل كامل، اللي أنا أشوفه أغلبه سلبي، ولكن اللي أعجبني فيه أنه أصبحت المطالبات قانونية. يعني في السابق أنه هناك رئيس تحدث على أنه هو من استطاع أن يقيل رئيس لجنة التحكيم السابق. هذه المرة هناك بيانات وخطابات قانونية، وعلى فكرة الصياغة التي كتب فيها البيان كتبها محامي، ليس يعني من مركز إعلامي أو صحفي أبدا إطلاقا، واضح أنه إعلامي بالعبارات الموجودة فيها، عبارات قانونية بحتة. من حيث القانون صعب جدا ان تجاري محامي في في فيما يخص هذا، تحدث لك اعلامي، هذا حديث قانوني. ولكن بكل صراحه واضح جدا ان هناك اجترار لعمليه البحث عن شماعه. لم اسمع اطلاقا احد من مسؤولين النصر تحدث على النصر كان ضعيف فنيا وضعيف لياقيا، والتفكير خارج الملعب كان اكثر من داخل الملعب. النصر لم يهيئ من قبل الإدارة على أنه يلعب مباراة مصيرية، لأنه الخسارة 6 نقاط وليس 3 نقاط. مباراة كانت هي أهم للنصر من الهلال، الهلال عنده قدرة على أن يعوض، النصر ما عنده قدرة وصعب جدا أن يعوض. المطالبات والادعاءات اللي قاعدة أسمعها الآن يا جماعة الخير، في العام الماضي شفنا أخطاء كوارثية تحكيم، وكل من تحدث عن هذا الشيء كان يعني يتهكم عليه، يعني علشان انه مثلا ما فاز فريقك او خسر او فاز فريق اللي ما تبيه او الى اخره من الكلام اللي اشوف انه يصدر من المدرج، تجد انهم يعني ماخذين من باب التهكم والتندر. ارجع واقول لك الموضوع ما فيه
هذه كرة القدم، قلتها قبل وأعيدها، لابد أن تتقبل هناك أخطاء تحكيمية. نعم هناك أخطاء تحكيمية، بالمجمل هناك أخطاء في الفار، هناك أخطاء موجودة. لماذا حنا دائما نتهم ونظرية المؤامرة دائما تسقط عبر بيانات، عبر تغريدات، عبر مسؤولين، عبر أعضاء شرف؟ النصر فريق ما هو صغير، النصر فريق كبير. النصر يحتاج إلى شخص يقول إنه الفريق لم يؤدي في تلك المباراة. كثير من المباريات النصر فيها استفاد من التحكيم، وكثير منها خسر من التحكيم، مثل الهلال، مثل الشباب، مثل الأهلي، مثل الاتحاد، مثل كل الأندية. بس فلذلك بس طارق يعني في منطق آخر يقول لك أنا ممكن أكون في أسوأ مستوياتي وأسوأ مبارياتي، لكن بلنتي ممكن يفرق معي في هالمباراة ويخليني أخذ 3 نقاط، فأعطني حقي واترك شغلي لي. شوف يعني لو أخذت في كل مباراة 99% من الأندية دائما تلقى يا لها بلنتي أو عليها بلنتي، يعني هذا الشيء لا يحدث مثلا خلال 10 مباريات في حادثة مرة واحدة. هذا الشيء قاعد نشوفه احنا في كل المباريات، بس قضية هي التضخيم وجعل انه النصر لعب في افضل مستوياته ولكن اغتيل حلمه بصافرة ظالمة. هذا نشوف في خطأ وفي تجاوز كبير جدا على الواقع، لابد ان تكون شفاف وواقعي وحقاني. اما مسألة انه البيانات هذه والله ما توكل عيش، البيانات هذه ما توكل عيش، لابد ان تفهم انه لابد ان تبني وتبني الفريق على مواجهة من عيار ثقيل قدام المنافس الأول هو مركز الأول. قضية أنك تعيد وترمي التهم وأن هناك مؤامرة وتأتي بتغريدات من خارج من مشجعين من برا السعودية عشان تقول شفتوا كيف؟ ما حد الموضوع في بيان النصر في بيان النصر ما حد تحدث عن المؤامرة. أنا أتحدث بشكل عام عن الحالة النصراوية. أنا أتحدث بشكل عام على الرغم من اختلافي الكبير، ما أقدر أقيس حالة الجمهور وإعلام على لا مو جمهور، على عمل إدارة مو جمهور. إيه؟ مو جمهور بس، أنا أتحدث عن إعلام، أتحدث عن أعضاء شرف، حتى رئيس نادي النصر اللي أنا كل تقدير وأحترام بتغريداته، أنا من وجهة نظري كانت هي عملية امتصاص غضب مدرج. صحيح. لم يكن موفق من حيث العمل الإداري أبدا. الآن أي لاعب لو يؤدي أو الفريق لم يؤدي يقول لك أنه محارب، ما يقول له التقصير من عندي. صحيح. أعتقد أن هذا البيان وهذه التغريدات هي رفع المنديل الأبيض، وأنه رمي المنديل الأبيض، وأنه واضح جدا استسلام، وأنه الدوري لم يعد بالإمكان تحقيقه، وأن هناك مؤامرات. اللي أنا ما زلت أحارب هذا الفكر يا جماعة الخير، الكلام اللي قلتها العام وقلت قبل العام، ما في مؤامرات، هناك كرة قدم تحتمل الصواب الخطأ في اتخاذ القرارات. يعني مثل من الأشياء اللي أنا ألاحظها مثلا في الفار، أكون منصف، اللقطات لا تجي أحيانا، تجيك لقطة واضحة جدا ولقطة أخرى بعيدة كل البعد عن الوضوح. حكم الفار يعتمد على لقطة غير واضحة، ما أتكلم عن مباراة هلال ونصر، أتكلم عن مباريات كلها هذه موجودة. أضف إلى ذلك يعني هذا يعني من جانب النصر ومن جانب الشباب، موضوع البروتوكولات الصحية اللي تحدثنا عنها فجأة كذا طلعت، فجأة الحكام جايين كانوا يحكمون، فجأة كل شيء الآن أصبح واضح عند نادي النصر. البروتوكولات من يوم ما أعلنت عودة النشاط الرياضي، ومن يوم ما أعلن بداية العودة للحياة والعودة بحذر، كانت الأنظمة والقوانين واضحة والبروتوكولات كانت واضحة، ولكل مناسبة للسينما كانت في بروتوكولات، للرياضة في بروتوكولات، التمشيات والسوق في بروتوكولات. اللي أقصده الرسالة لم تصل بالشكل الجيد للمتلقي، لابد نشرها في حساب الاتحاد السعودي، ينشرها أول بأول، يوضح للمجتمع الرياضي بشكل عام. هي شوف المعلومة غايبة، المعلومة عشان تصل إليها تتعب يا الإعلامي، ويتعب حتى النادي في الوصول للمعلومة. كلمة حق لازم أقولها. طيب خليني المعلومة مغيبة أحيانا. خليني بس نقطة مهمة يا أبو محمد تسمح لي أستاذ. تفضل. أنا بس أبغى أسأل سؤال واحد للاتحاد السعودي ورئيس الأستاذ ياسر المسحل. هو يقول احنا لازم نلتزم بالجدول والمواعيد اللي صدرت من الجدول، صح، من الرزنامة الموجودة الجديدة. صحيح. مزبوط، يعني ما في تأخير اطلاقا لأي مباراة وتقديم او شيء زي كده، صح؟ طب كيف انت تأخر مباراة الاتفاق والعدالة؟ تقول لي حكم اجنبي عشان الحكم الاجنبي يجي اخرها ساعة ونص، معليش
ان شاء الله دقيقه اجلها ساعه ونص فقط حبيبي عشان النظام الطيران يعني مهم نسير دوري لا عشان يعني يا دقيقه مباراه بدون حكم دقيقه يا حبيبي دقيقه الله يخليك دقيقه لما احنا نبغى نسير دوري محترفين منظم ما في تغيير ولا في وتنظيم ماشي على السيف كحد السيف لازم انا ما اخر ولا ثانيه واحده ليش طيب تقول لي كيف الحكم متاخر وما ادري ايش شكل الحكم طب انا من زمان انا قبلها بيوم انا اعرف انه الحكم حيتاخر صح اجيب حكم سعودي يحكم المباراه مهم اجل المباراه عشان الحكم السعودي ايش الحكم السعودي اجلوها 90 دقيقه عشان الحكم السعودي يوصل ويحكم المباراه ايوه طيب ليش انت ما تضبط من بدري ليش تاخر المباراه ليش ابغى اسال سؤال ليش عشان ظروف الطيران عشان الحكام يوصلوا للمنطقة ويحكمون المباراة يا أبو لطيفة أنت الآن خلاص رتبت أمورك المفروض مرتب الأمور أنت عندك فترة زمنية طويلة جدا تكون حاجز مرتب وعندك الخطابات تأخر الحكم هذا في الحكم الثاني البديل يكون موجود عشان إحنا نسير كان مفروض الحكام يوصلون في يوم لكن تأجل وصولهم يوم الحكام الأجانب ليش الحكام الأجانب وصلوا متأخر هو اللي حكم المباراة اي انا بشرح لك الحين عشان توصل الفكره لانه لا انا فهمتك ولا انت فهمتني لا انا فاهم الحين أنا حكام مباراه العداله والاتفاق إيه؟ علشان الحكام تاخروا في الوصول الى السعوديه احتاجوا يعني حكم اجنبي اي احتاجوا كيف تقول لي حكم سعودي ما فهمتك انا في الكلام اخذوا عطى ابو عزيز الحكام الاجانب تاخروا 90 دقيقه طيب اجيب حكم سعودي من وين بتجيب حكم سعودي مو بتفك الدرج وتطلع يا اخي مو تفك الدرج انت عندك خطط لازم انت خطط دحين مثلا لا سمح الله لا قدر الله حكم سعودي جاي وصارت له مشكلة لا سمح الله صارت له مريض صار له شيء ما عندك خطة بقى ما عندك بديل لازم يكون بديل احنا عشان نكون عشان الامور واضحة ليش ما تجيب حكم سعودي تكون جهزه انه طالب انه تأخر الحكم الاجنبي لازم اجيب حكم سعودي خلاص يا ابوي زيه زي الجولة الاولى يعني ليش عشان الاتفاق يعني يعني عشان العدالة يعني احنا نبغى عدالة المنافسة للجميع عشان الناس ما تقدر تتكلم لكن مسألة إن أنا والله أخر مباراة عشان الحكم الأجنبي وأنا قبلها الحكم السعودي وترى على فكرة الحكام السعوديين اللي قدموا المباراة في اليوم الأول إيه؟ في اليوم الأول كانوا ممتازين جدا جدا وأنا أشد على يدهم وأقول إن شاء الله بإذن الله هو بداية خير للحكام السعوديين ونموذج ممتاز للحكام عشان الثانيين يقدموا نفس العطاء هذا وإن شاء الله بإذن الله نرجع لحكامنا وما عاد نبغى حكام أجانب طيب ناخذ آراء الجمهور في نقطة نظام ما سمعنا رأيكم اليوم مطالبة النصر شيء ما هو جديد تعودنا عليه آخرها العام الماضي والوسط الرياضي الواعي يفترض أنه يرفض مثل هذه المطالبات طالما أن الدوري قائم يجب أن نحترم المكلفين وإذا انتهى الموسم أو البطولات لكل حادث حديث الهلال كان مركز داخل الملعب وأخذ 3 نقاط بجدارة النصر كان مركز خارج الملعب اسأل ضيوفك الكرام لماذا النصر لما يخسر من الهلال أو من فريق آخر يلوموا التحكيم عندي سؤال لأحد الضيوف الكرام هل يحق لأي رئيس نادي المطالبة بإقالة رئيس لجنة في الاتحاد السعودي يعني عشان بلنتي النصر يبغى يقيم جمعية عمومية وإقالة رئيس لجنة الحكام السؤال الأخير هل يحق إقالة رئيس لجنة والمطالبة بإقالته أمر جاوبنا عليه في هذه الحلقة مع فهد برباع السؤال من المشجع الآخر يقول ليش النصر إذا هزم يلوم التحكيم والله شوف أنا قلت لك من البداية إنه هذا ضغط الجمهور كان ضاغط على الإدارة ليش ما تتكلم وليش ما تخرج وبالتالي الإدارة من حقها بس أنا عندي مهم شيء مهم جدا أنت ما سألت فهد برباع عن تغريدة الأستاذ صفوان السويكي دكتور صفوان هو رجل قانون للأمانة ولكن أنا عندي كده تحفظ على بعض المفردات اللي موجودة في التغريدة يعني مثلا شو انا ما سالته لسبب في امور قانونيه يعني بنتحدث عنها من حيث المطالبه وما المطالبه ناقشناها عن بيان نادي النصر اما انه الدكتور صفوان سويكت وحديثه وتصريحه في لجنه انضباط هي اللي لا تتخذ قرار في هذه الامور انا ما ابغى اقول والله قالوا ما قال عشان لا اجج الناس عليه هذا مو لجنه انضباط ها مين
هذا شيء ثاني، هذا تغريدة في رسمية رسمية. هذا يعتبر رئيس نادي النصر، لجنة الانضباط هي تنظر في كلامه إذا هناك تجاوزات أو لا. ولا فهد بربع، أنا أشوف إنه التغريدة من حقك إنك أنت تغرزي تدافع بقوة، ولكن أنا عندي ما أدري عندي تحفظ على كلمة أو مفردة في 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 التغريدة، ولكن في النهاية هو دكتور قانون ويفهم يمكن أكثر مننا. الكلمة. وين تحفظك يا أبو عبد العزيز؟ تحفظ في إنه في تقصد أو إيش؟ كان ترصداً خلاً بميزان العدالة. ترصداً، ترصد معناها هو يقصد غرفة الفار، يبدو لي إنه يقصد غرفة حتى الفار. حتى لو يعني التعمد. ترصداً معناها أكثر من التعمد. ترصد معناها إنه خلاص يعني الواحد لما يترصد لك، أنا أشوف كده ما أدري يعني فيها يعني فيها رأي قانوني يحتاج إن نحن نتكلم عنه، ولكن في النهاية هو من حقه يدافع عن النادي ويتكلم على النادي ويجيب حقوق النادي لأنه هو رئيس النادي. فبالتالي لكن الكلمة المفردة هذه ما أدري إيش. إيش رأيك طارق سريع قبل أروح الفاصل؟ أنا عبرت عنها إنه استغرب من هذه التغريدة تصدر من الدكتور اللي يعزه دكتور صفوان السويكت، غريبة جدا منه، ولكن أعتقد أن الضغط كبير جدا اللي صار عليه من قبل المدرج من قبل الجمهور اللي كان متعشم من هذه المباراة، هي مباراة انتصار خاصة وأن هناك وعود شرفية عظيمة مالية للعيبة للفوز بثلاث نقاط واللي يعتبره فوز بست نقاط وإيقاف أهم المنافسين. أنا لا أتفق أبدا مع دكتور صفوان، مع دكتور صفوان في أنه يحاول أن يمتص الغضب الجماهيري وأن محاولة البحث عن حقوق نادي، ولكن بهذه الصيغة لا أتفق إطلاقا ولا تعكس شخصيته اللي أنا أعرفه عنه إطلاقا. ولكن نصيحة دائما أقولها، إذا شفت دائما الرئيس دائما يكثر الكلام ويكثر التذمر ويكثر الرمي من هنا ومن هنا، أعرف أنه يحاول دائما يبعد الأنظار والسهام عن مكمن خلل في داخل النادي في دارة نادي، ويحاول أن يخرجها خارج النادي إلى ميدان الجماهير. رغم أنه الدكتور معلش اسمعني، رغم أنه الدكتور أنا حقيقة ما عمري شفت له خروج للأمانة، شوف في الفترة الماضية كلها ما عمري شفت له خروج، عشان كذا أنا مستغرب يعني بس الضغط الجماهير زي ما تفضلت وزي ما أنا قلت قبل كذا أنه ضغط الجمهور كان قوي جدا عليه، ليش ما تسوي زي الإدارة السابقة كانت؟ ما ينفع في أمور تحتاج إلى أن نأخذها بروية. أكتب خطابك وديه لاتحاد الكرة، وقف فوق اتحاد الكرة بكل الطرق المشروعة، والجمهور يضغط علينا في نقطة نظام، نسمع وش يقولون. النصر دائما يكون عنده رئيس لجنة الحكام في كل موسم أهم وأولوية أكثر من المدير الفني حقهم. قميص الاتحاد يا ناس غالي علينا، والله غالي علينا، تعبنا نبنهبط السبه لعيبة ما تحس وين المدرب عن عمار الدحيم يا ناس؟ شوفونا حال. لماذا منع مايكل؟ لماذا تم رش الأرضية في وقت المباراة؟ ولماذا الحكم يتجاهل الفي آر ولم يعود إلى الفي آر في حالات كثيرة؟ وسؤال للأهم، قمت لما يضرب عمر هوساوي كوع، هل كان متعمد ويستحق كرت أحمر أو هي مجرد يعني مناورات؟ لماذا والله إذا ما يكون هذا أمر أعتقد يخص مدرب الفريق في توريا، إذا بيشرك وهو مو غير مكتمل لياقيا، أو يشرك عبد الله العمري كلاعب لياقته عالية يعني. والنصر أعتقد أنه دائما وأبدا بمن حضر لا يقف على لاعب أو اثنين. لماذا رشت المياه؟ يعني خلنا نبعد شوي عن نظرية المؤامرة، لأنه لو تبي تقول رشة وباب النصر ترى كان في آخر الشوط وجاء نادي الهلال لعب في هذا الباب، فالموضوع خطأ تقني صار في الملعب، والملاعب بشكل عام ترش بالماء قبل المباريات. لماذا الثانية عاد؟ هذه نروح الفاصل ونرجع نكمل. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، أذكركم بنتائج الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي اختتمت أمس. اليوم الأول كانت في خمس مواجهات انتهت على نحو التالي: الفتح انتصر على الفيحاء بهدفين دون رد، هذا انتصار كان مهم للفتح في مشواره للبحث عن البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. أبها انتصر على الاتحاد بهدفين
مقابل هدف وقلب النتيجة على الاتحاد وكرر سيناريو الدور الأول. الرائد انتصر على ضمك وزود جراحة بثلاثة أهداف دون رد. الفيصلي أمام التعاون انتهت المواجهة بانتصار الفيصلي بهدفين مقابل هدف. الأهلي أبطل مفاجأة الحزم وانتصر بأربعة أهداف مقابل هدفين. اليوم الأخير الوحدة مع الشباب، الشباب انتصر بثلاثية نظيفة. العدالة خسر من الاتفاق بهدف دون رد. أما في ديربي الرياض وقمة الجولة النصر يخسر بأربعة أهداف مقابل هدف أمام الهلال. يصبح الترتيب على النحو التالي: الهلال في الصدارة ب 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه واللي في رصيده 45 نقطة، 40 نقطة عند الأهلي في الثالث، الوحدة الرابع ب 39 نقطة، الفيصلي الخامس، الرائد السادس، الشباب السابع، أبها في المركز الثامن ب 33 نقطة، ثم الاتفاق ب 32 نقطة، التعاون، ثم الفيحاء، المراحل الخطرة الحزم، الاتحاد الثالث عشر، الفتح، ثم ضمك في المركز قبل الأخير، والعدالة في المركز الأخير. جولة عيدنا عيدين كانت على الموعد، نقاط كثيرة وبارزة حدثت في هذه الجولة. الجولة 23 جولة العيد عيدين انتهت فصولها مع إطلاق الحكم الفرنسي بينو باستين صافرة النهاية في اللقاء الأهم بالجولة بين النصر والهلال. أبرز أحداث الجولة كان بنهايتها: الهلال وبفارق 9 نقاط يحلق بعيدا عن البقية، وكأنه يقول: تركت 15 مركزا تقسموها كيفما تريدون، أما الصدارة فهي جزء من أملاكي. صدارة بس ولا نفس، أنا الزعيم أنا الزعيم، أنا الهلالي الرأس عالي. فيتوريا، منذ أن استعان به النصر في بداية يناير عام 2019 وهو يجيد التعامل مع الهلال، لكن الجولة 23 أوقفت هذا التميز للبرتغالي ذو 50 عاما، وانتصر الهلال على النصر للمرة الأولى منذ قدومه. كاريو مع سالم، كاريو الله على التمريرة يا كاريو، على اللمسة يا سالم، على النهاية يا جوميز، عالمي عالمي. الجولة 23 أقيمت على مدار يومين، اليوم الأول كان مبتسما لأصحاب الأرض وانتصروا جميعا، أما اليوم الثاني حدث العكس تماما، الضيوف يربحون. قائمة الهدافين العشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خمسة منهم استغلوا الجولة لرفع مراكزهم والخمسة الآخرون فشلوا في تسجيل الأهداف. خالد العطوي حامل لواء المدربين الوطنيين يثبت حتى الآن أن إدارة الدبل أصابت في تعيينه مدربا للاتفاق، فالعطوي أول مدرب يحقق 10 انتصارات مع الاتفاق في دوري المحترفين منذ 2012. في درجة حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، رشاشات الماء في ملعب السادة الملك فهد الدولي وأثناء لقاء النصر والهلال تحاول تحسين الأجواء، ولكن التوقيت لم يكن موفقا. شهدت الجولة 23 حضورا جماهيريا، ولكن هذه المرة ليس بالمدرجات، دور السينما احتضنت عشاق الناديين النصر والهلال في ظاهرة هي الأولى. عبد العزيز، رأيك بأحداث الجولة بشكل عام وفي مواجهة الاتحاد بشكل خاص؟ والله شوف، أنا حقيقة مبسوط في عمل جهد كبير من وزارة الرياضة للأمانة، في تنفيذ كل عمل بصراحة، يعني تحصل كل شيء مهيئ وجاهز. أبغى بس أبغى شوية يحركوا نفسهم اتحاد الكرة ويتناغموا شوية مع وزارة الرياضة للأمانة. في إيش يعني بالضبط؟ في تعديل المباريات وتغيير الحكام وحكم في الجو في الجولة هذه، والحكم في، يعني كل الجهود المبذولة الآن من الدولة، من وزارة الرياضة تحديدا، من الأمير عبد العزيز،
انتوا قاعدين تخربوها باخطاء بسيطه ممكن انت تتفاداها. كان ممكن تتفاداها كثير. يعني احنا قلنا نبغى هذا البدايه تكون بدايه ان نحن العمل، وبعدين عندك فتره يعني انك انت قاعد ايش قاعد تشتغل على هذا الشيء فتره يعني طويله، يعني مرتاح 4 شهور يعني كان ترتب امورك وانت عارف ان المشكله في ال4 شهور هذه انت ما عندك علم متى بترجع. لا عندك علم. كيف عندهم علم؟ هم قايلين 4 اغسطس اي متى قبل 4 ما لا لا ما قالوا قالوا كانت 4 شهور، كانت شهر و40 يوم تقريبا. يا ابو لطيفه، من يوم ما قالوا ان الدوري حيبدا 4 اغسطس متى في اغسطس متى قالوا في بدايه خلاص ان شاء الله شهر واحد في ان شاء الله في نص احنا عندنا جايين ندافع عن الاتحاد السعودي. لا ما ندافع بس احنا نتكلم بصراحه يعني لازم نكون واضحين معه. يعني كل الجهد اللي بتسويه وزاره الرياضه قاعد تخربوا الاتحاد السعودي للامانه. اللي يزعل يزعل، اللي يرضى يرضى. انا اقول الكلام المضبوط. ليش انت تقيم مباريات جوله بالحكام السعوديين؟ طيب قيمها كل الجوله بالحكام السعوديين. طيب تخيل انت لو هذه مباراه، لو اقيمت مباراه الهلال والنصر يوم الثلاث، هل انت كاتحاد سعودي تقدر تخليهم حكام سعوديين؟ واختبار صعب بس يمكن يكون حكام سعودي. يا ابو لطيفه شوف احنا بس انا خليني اقول على شيء الاتحاد. ايوه قول الاتحاد هنا. شوف انا الاجتماع اللي صار بين كاريلي وانمار ما ابغاهم يطالبون، يحذرون، لازم يحذروا اللعيبه ويحذروا هو المدرب والاداره تحذر المدرب. هذا هذا اللي صار للامانه كارثه كارثه. هل هذا الاتحاد جمهور الاتحاد اللي قاعد يعيش؟ انت طبعا احنا سبق انتقدنا اداره انمار بما فيه الكفايه، انتقدناه الين وصلناه لدرجه انه ما في حديث بيننا وبينه، ما في مشكله، انا ما عندي مشكله. لكن الان انمار اللي بيسوي ايش سوى لكم؟ جهز لكم معسكر، وداكم معسكر، فلوسكم رواتبكم ايش تبغوا، هيا لكم كل الظروف، الاداره طبعا، وطبعا رئيس انمار، وجاء طبعا حامد للامانه اضافه كبيره جدا للاتحاد. شوف انا ما جامل في الاتحاد، لو انه حامد ما ينفع والله لا اقول ما ينفع ولا علي فتخا واحد، لكن حامد اضافه. تدري ليش اضافه؟ لانه رجل ملم بكل التفاصيل الصغيره. يعني لما طلع حامد يتكلم على بعد المباراه حقيقه كلام يثري الصدر للامانه. صحيح هو ما تكلم عن المباراه لانه مو من حقه يتكلم عن المباراه بعد المباراه، لازم يجلس مع اللعيبه. بس انا في الاجتماع ما عجبني كلامهم انه نطالب اللاعبين. ليش تطالب اللاعبين؟ هذول اللعيبه بياخذوا فلوس بياخذوا ملايين. وين الخلل؟ اذا وين الخلل؟ اذا الاداره عملت، اذا المدرب اشتغل، اذا لا المدرب ما اشتغل ورواتب. لا المدرب ما اشتغل. المدرب للاسف صدمني فريق منتهي في الشوط الاول. ايش هذا؟ فين المعسكر اللي قاعد لي في ابها ومعسكر وروحه وتعب وفلوس وتغييراتك؟ وبعدين انت محترمي يعني مدرب لك عارف انه محترمي، يعني ما ابغى اتكلم على لاعب معين بلاش احدد اسماء، في لاعب معين ما ينفع، معروف انه ما ينفع، تجي تلعبه وتفرضه وبعدين تغييراتك. وبعد انا من اليوم اقولها، الاداره ما يجب ان تتسامح وتتساهل مع اللاعبين. خلاص انتوا اخذتوا فلوسكم رواتبكم وهيئت لكم كل الظروف، المباراه الجايه حتى لو الاتحاد بعد المباراه اللي مقصر لازم يتحاسب. ترى الاتحاد هذا مو ملككم، مو ملك اللعيبه دولة، هذول اللعيبه بياخذوا فلوس. انت الحين لو يوم من الايام نادي الاتحاد قصر في لاعب ما اعطاه له راتبه شهر، يطلع يتكلم ما ابغى العب. طب انت ليه ما تحاسبه؟ هي صارت في لاعب طلع من معسكر. طيب هذا هو، انت ليه ما تحاسبهم يا نار يا دارة؟ حاسبوهم طالما انتم بتسووا لهم كل شيء وتعطوهم حقوقهم، حاسبوهم. هذول اللعيبه مباراه الاهلي المباراه القادمه هي المحك. يا انا مين اللي يبغى لو انا مسؤول في النادي اطلع اقول لهم اجتمع بهم. اللي يبغى يرتدي شعار الاتحاد ويحفظ تاريخ وجمهور الاتحاد يقول لا، يقول اوكي. اللي ما يقدر يقول من الان مع السلامه، انا ما اقدر صراحه. انت ما تقدر؟ شكرا لك، ارتاح. في واحد ثاني واضح يقدر. فهذا العمل مو تقول لي انا اطالبهم ليش؟ انا احذرهم على التحذير النهائي انهم هم يلعبوا مضبوط، والمدرب لازم يرجع لعقله. ترى على فكره الاخطاء الجسيمه هو سببها. الشوط الثاني واللعيبه ارتخاء وعدم مسؤوليه وعدم اهتمام وكانهم يلعبوا لنادي صغير. هذا الاتحاد
أكبر من أي لاعب كان. طيب طارق النوفل، خلنا بجيك أنا في مباراة الشباب الثلاثية اللي حدثت أمام الوحدة، وش رأيك فيها؟ أقول ألف مبروك للجمهور الشباب. مباراة لو سألت أي واحد قبل المباراة كم النتيجة، صعب جدا أن يتنبأ فيها، لأنه أنت تحدث عنه وتواجه فريق مثل الوحدة، فريق مركز الثالث وفريق طموح لأنه يلعب أو يحجز مقعد في آسيا. المباراة عقلانيا أهم شيء ثلاث نقاط في الدوري، تم الظفر بثلاث نقاط، هذا الأهم. تبي تشرح المباراة، بكل تأكيد أن المباراة لم ترتقي للمستوى الكبير، خاصة وأن الشباب لعب بطريقة مختلفة وفاجأ الوحدة وفاجأ الجمهور بالطريقة الغريبة اللي لعب فيها المدرب. الهدف الثاني انتهت المباراة، ركلة الجزاء الثانية أنهت المباراة. الشباب لعب مباراة يعني أهم شيء عنده ثلاث نقاط وحصل عليها. الأهم من هذا اللي هو أنه ثقافة الانتصار، هذه بداية الخيط. الآن ابدأ مرة ثانية أنك تستعيد ثقتك، وبإمكانك أنك تبتعد عن السقوط الأخير قبل مرحلة التوقف. الشباب يحتاج له، وعنده إشكالية كبيرة اللي هو الإشكالية المحور. الآن عنده تقريبا أعتقد 11 كرت، 9 كروت صفر، كرتين حمر، هذا اللي هو اندايل. يعني لابد أن تقف الإدارة مع اللاعب وتناقش حول هذا الخلل الكبير جدا. أكثر لاعب حصل على كروت ملونة، لاعب لا غبار عليه من حيث القيمة الفنية، ولكن مشاكل اللي قاعد يخلقها للفريق في يعني الآن ما راح يلعب قدام منافس كبير مثل التعاون، وإن كان يعاني فنيا إلا أن يبقى التعاون فريق خطير جدا وقوي وأرقامه مخيفة لكل شبابي. فلذلك الشباب إن خرج هذا الموسم بالمركز، يعني أعتقد أنه متقدم الرابع أو الخامس، فهو شيء يحسب وشيء جميل جدا. الأهم من هذا كله والمعلومة التي لدي أنه هدف الإدارة الآن هو البطولة العربية، لابد من تحقيق البطولة العربية. طيب البطولة العربية مو بهدف للشبابيين فقط، حتى الاتحاديين يبون هالبطولة بعد عشان تنقذ هذا الموسم. ولا وأنا موجود كمان، وأنا موجود. أنت تقولها أبو عبد العزيز موجود، يبقى نحن نبغى البطولة على الأقل. لو سئلت عن قيمة البطولة العربية صحيح الاتحاد أو الشباب تحدثت عن الجميع، لكن انا سالتني عن الشباب فاتكلم عن الشباب، وانا بحكم اني عملت الشباب وبحب الشباب. ولا حد يزعل منك يا ابويا، نتمناها عشان ما تزعل. طول عمره طول عمره معنين في راسي، عشان ما تزعل، عشان ما تزعل نتمناها للاتحاد، عشان ما تزعل. ما راح يزعل. انت وصلت اقصى درجه للزعل. لا ما دام فيها الشباب نزعل. طيب انا عندي فهد الشريف على هاشتاج البرنامج يقول: اخوي سلطان، لماذا لم تقم بالرد على سؤال المشاهد عن عدم مشاركه مايكون وتجاوبه بانها يرجع المدرب؟ للعلم المدرب مجهز للمباراه، ولكن الاتحاد السعودي رفض ذلك، وهو من وصل مع مدرب الشباب ولاعب الاتفاق. قول الصراحه. والله فهد يعني انا قلت لك الصراحه انه في بروتوكول لازم يقضيه أي شخص قادم إلى المملكة من الخارج. تجاوز هذا البروتوكول ومخالفته فيها غرامة تتبع على النظام وفق وقاية. الاتحاد السعودي ما أعطى خطاب للنادي النصر وقال له ممنوع تلعب مايكون. نادي الشباب صدر بيانه وكان واضح، قال مدربي ما راح يدرب المباراة قدام الوحدة لأني أنا حاطة في الإجراءات الاحترازية وحتى ينتهي من 7 أيام. نادي النصر كان بإمكانه أن يشرك مايكون ويدفع غرامة يمكن 500 على النظام لا تزيد عن 500,000، ويمكن ما يشرك يتبع النظام في هذا الأمر وهذا الخصوص، خاصة وأن مسحة الطبية يعني طلعت سليم ولله الحمد. لكن في النهاية أنت فكر فيها، 15 يوم الأخيرة وين كان مايكون؟ كان يتدرب في نادي النصر ولا كان رايح جاي يدور عقود؟ تسمح لي ما يقدر يلعب، ما يقدر تسمح لي أبو تسمح لي فيما يخص موضوع مايكون؟ يلا قول قول أبو عزيز وبجيك طارق. طيب بس أنا بتكلم على أمس، ما شاء الله في حلقة أمس كان الأستاذ وليد وقبل أو بعد المباراة حق الاتحاد، كم الاتحاد يحتاج من لاعيبة؟ 50 مليون لاعيبة محليين. ترى على فكرة لاعيبة الاتحاد المحليين من أفضل اللاعبين الموجودين، لكن سوء الاختيار الأجانب. دحين مين شايل الأندية؟ مين شايل الأندية؟ الأندية مين شايلها؟ أندية الأندية مين شايل غير اللاعيبة الأجانب؟ سوء اختيار الأجانب من البداية هو السبب. أما مثلا اللاعيبة السعوديين، الاتحاد يملك كتيبة مميزة من اللاعبين. سلم لي على روما. السعوديين. سلم لي على روما. لا معليش، روما ولا غير روما. حتى غير روما، روما على عيني وراسي، لكن أنا أتكلم على اللعيبة الأجانب
واضح. هما سبب نكسة الفريق. صحيح. اما اللعيبة السعوديين عندك فواز القرني، عندك حمدان الشمراني، عندك سعود عبد الحميد، عندك زياد المولد، عندك فهد المولد، عندك عبد الاله المالكي، عندك العبود. الا الحقيقة انا استغرب كيف يخرج افضل لاعب كان موجود واسرع لاعب وقت اللاعب يخرج المدرب. طيب طارق عن مايكل، يعني للاسف من اداري مايكل لم يكن مستعدا من حيث اللياقة، لانه لم يتدرب اعتقد الا مرة او مرتين فقط لا غير، يعني لياقيا غير مهيئ ان يلعب مباراة قوية مثل مباراة الهلال. هذه نقطة. النقطة الثانية، لدى الادارة النصراوية خبر انه البروتوكول الصحي مثل ما ذكرت أخوي أنه عندهم خبر الآن وصل متأخر. السؤال يطرح نفسه الآن، ليش الجمهور النصر لا يحاسب من تأخر في حسم صفقة مايكون وعادته؟ هنا السؤال المفروض، يعني الهاشتاقات اللي أنا أشوفها والله فيها ظلم كبير جدا. لم يقف مسؤول رياضي، وأنا أقف بالحياد ما يفرق عندي مسؤول أو نادي، لكن لم يقف مسؤول رياضي عن إعادة مايكون للرياض أو عطل صفقة مايكون أو تجديد عقد مايكون أو انتقال مايكون. فلذلك أنا أشوف في كمية غضب كبيرة وتوجيه بطريقة خاطئة. اغضب على من تأخر. وأنا ما ألوم جمهور نادي النصر في هذا الموضوع. جمهور النصر لا يلام في هذا الموضوع، لأن المعلومة ما هي واصلته بالشكل الصحيح ويمكن بطريقة مقصودة. نسمع آراء الجمهور في نقطة نظام. الفارق الوحيد في النتيجة البلنتي حق النصر، لو احتسبوا الحكم راح تكون النتيجة مغايرة عن 4-1. مبروك للهلال وهارد لك للنصر، ولكن يا أخي لو يعطونا حقنا الفار بس، ما نبغى إلا حقنا، والباقي إحنا اللعيبة يتصرفوا، بس يعطينا حقنا بس. ألف ألف مبروك للزعماء، وبإذن الله أن الدوري هلالي. أنا سؤالي بس للأستاذ جمال عارف، يعني الاتحاد لم يستفد من التوقف نهائيا؟ تحياتي. استفاد لم يستفد لا. الوقت مبكر للحكم، لا ما استفاد الاتحاد. أيه. المعسكر الحالي بعد التوقف لا ما استفاد، واضح انه فريقه لياقيا تعبان، واضح انه ما في لياقة، الشوط الثاني منتهي. وللأسف وللأسف السبب الرئيسي المدرب. تقول لي ليش؟ لأن المدرب للأمانة ما عرف كيف يوزع جهد اللاعبين بين الشوطين، بعكس مدرب أبها اللي عرف كيف يوزع الجهد بين اللاعبين، واللعيبة كملوا إلين نهاية المباراة وكانوا بأداء ممتاز، بينما في الاتحاد اللعيبة كأنهم شايلين أثقال فيه. طيب حنا بنروح الفاصل مشاهدينا ومستمعينا ونرجع نواصل، ابقوا معنا. يا هلا وسهلا فيكم من جديد. اللي حاب يتواصل معنا في تويتر من خلال الهاشتاج اللي بيظهر امامكم على الشاشه، وايضا اللي حاب يتواصل معنا في نقطه نظام يقول سؤاله رايه مداخلته تعليقه انتقاده على الواتساب في الرقم او على الرقم 0570110011. بالمناسبه نسمع اراء الجمهور. النصر يضيع المباراه من يده، رتم النصر كان اعلى من رتم الهلال. المشكله الكبرى اللي ادت لانهيار النصر العمق الدفاعي، عمر هساوي كان يترك مكانه كثير، ادى المجال لقوميز انه يتقدم. سؤالي يؤرقني الحين، ليه حكم الساحه في لقطات الهلال يرجع للفار وفي لقطات النصر يرفض انه يرجع للفار؟ ليه؟ مستوى النصر 100% الى الامام يا عالمي، والله يعوضكم. انه الاتحاد يلعب بخمسه لعيبه دفاع، اخي من سنين والاتحاد كله دفاعه تعبان، ألعبوا بخمسة مدافعين، حرام والله اللي بيصير في الاتحاد. ألف مبروك للهلال تحقيقه الدوري بنسبة 99 أنا أشوفه من 100. وبالنسبة للاتحاد أحواله صعبة صراحة، أنا أهلاوي بس صراحة ما أتمنى الهلال الاتحاد يهبط، بما أنه صعب. أنا ما أتخيل الدربي بين الأهلي ونادي جدة. بالنسبة للمشجع اللي يسأل عن ليش الحكم ما يرجع للفار في لقطات النصر ويرجع في لقطات الهلال،
في توصيات دائما يعمل فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تسريع لعب كرة القدم وانه ما يكون في توقفات كثيرة ودائما يكون على الاقل يكون اللعب الفعلي اكثر من 60 دقيقة من عمر المباراة، وهي ترجع لمبدأ ثقة ما بين الحكم ما بين مساعدة في الفيديو، في حالات يقول له حكم مساعد لا واضحة القرار فيها كذا ما يحتاج تشوفها ويكمل الحكم المباراة، وفي لقطات يقول لحكم الفار لا أنا معليش يا حكم الساحة تعال القرار لازم يكون لك في مثل هذه الحالات اللي ممكن تكون فيها شك. فهي المسألة لا تتجاوز مسألة ثقة ما بين الحكم ومساعده في غرفة الفار، ولا تتجاوز مسألة أنه ما ينفع كل شوية أروح للشاشة وأخذ دقيقتين ثلاثة من المباراة توقف عشان أتأكد من حالة قد تكون حالة عادية أي شخص متابع يستطيع الحكم فيها. في الحقيقة في ردود فعل كبيرة وكثيرة بعد مواجهة الديربي لجماعة النصر بالهلال أمس، الزميل خالد الشعبي مراسل برنامج في الرياض أخذ بعضها من الجماهير في السينما. دوري باقي بس أنا محسوم يعني خلاص من اليوم محسوم إن شاء الله، هذه بداية على النصر والجاي أكثر بإذن الله. والله أكيد بزعل يعني بس إن شاء الله أنا راضي كنصراوي، راضي إني أطلع بالسوبر وإن شاء الله كأس الملك ومعي خلاص يعني راضي بإذن الله. دوري هلالي هنا في الجيب انتهت، إذا لعب الفريق الجولات الجاية نفس اليوم بإذن الله الدوري ما يروح. واضح الحكم وش اللي ضربة جزاء بعد ما حسبوا لنا هدف وين يعني واضح صدق والله. أربعة غش وش ردك على الأربعة كثيرة؟ ردنا غش ما واضحة الحكم يعني ما ليش لو واحد أوكي بس أربعة مرة كثيرة ما تستهلون الأربعة والله ما ليش يعني ما تستهلونها مرة. بس أنه 90% الحين خلاص انتهى الدوري طبعا مرتاحين من زمان، إذا أنت هلالي دائما مرتاح. ليش خسرت؟ لأنه ما يعرف يلعبوا هذا مستوى هذا اللعيبة استمر على هذا المستوى وعلى هذا التكتيك والدفاع والوسط والهجوم بإذن الله الدوري هلالي. كنت متوقع 2-1 3 بالكثير لكن الحمد لله بيضوها يا ربي لك الحمد. اليوم النصر خسر مستوى ما فيه بس النتيجة متوقعة، الهلال بدأ يستعد بهدوء، النصر راح خارج الملعب خطابات يعني اختراع قضايا ما يكون، ما أنا أشوف الهلال كان مستعد أكثر وجاهز للفوز. دوري حسم للهلال؟ لا أنا كهلالي أقولك لا إلى آخر جولة. هذه كانت ردود فعل المشجعين بعد مغادرتهم للسينما اللي تم التعاقد مع أو اتفاق ما بينها وما بين رابط الدوري المحترفين السعودي على نقل المواجهات ابتداء من مواجهة الديربي مساء الأمس ما بين النصر والهلال، وأيضا ستنقل في السينما في مواجهة الديربي القادم ديربي جدة ما بين الأهلي والاتحاد. الزميل ناصر القحطاني الاتحاد والأهلي أو الاتحاد والأهلي مباراة الاتحاد طيب الاتحاد والأهلي وهذه مشكلة بعض المذيعين هذه مشكلة بعض المذيعين هذه مشكلة بعض المتربصين يدقق هذا لا أول ولا هذا أول مش أنت ما تكلم عنك ايه؟ أنا أتكلم عن بعض المذيعين لما تيجي مباراة الهلال ونصر والنصر ما يقولوا هلال مباراة الهلال ما يقولوا مباراة هلال ونصر ها يقولوا مباراة هلال ونصر نصر أو هلال تجي مباراة الاتحاد والهلال مثلا ها يقولوا وهي مباراة في جدة يقولوا مباراة الهلال والاتحاد ليش مين اللي ضعف الاتحاد عارف مين اللي ضعف الاتحاد مين؟ هم الاتحاديين. طيب الاتحاد والأهلي على اعتبار ان المواجهة في ارض الاتحاد، السينما كيف تابعوا روادها مواجهة ديربي الرياض مع الزميل ناصر؟ شيء رائع صراحة إنك تتفرج مباراة تجربة سينمائية تجربة رائعة يعوض على حضور الملعب أكيد صراحة يعني في يعني مكان ومعاك تشارك كل شيء بس طبعا جو الملعب غير يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه الجائحة تنتهي ونرجع الملاعب بحول الله تعالى. التجربة حلوة وشوف إن الواحد يغير جو إنه شيء إيجابي صراحة إن تنحط في السينما إن الواحد ممكن يعيد التجربة هذه أكثر مرة كذي. والله تجربة حلوة وتعرف يعني الشباب بدل المقاهي تجربة جديدة إنك تتفرج المباراة في السينما والأسعار يعني أسعار معقولة بدل ما أتفرج فيلم ساعتين تفرج المباراة ساعتين ومع فشار ومع ما يعني نهدي شوي من التعصب.
أنا بتكلم عن أنني في جدة ومشجع هلالي، أحتاج شيء زي كذا، إني ما أقدر أروح الرياض بسبب ظروف العمل والأشياء هذه، إنه هذا الشيء جبتوه إنه هو هذا يعني شيء مشكور عليه القائمين على الموضوع هذا. يعني إحنا جينا كأول مرة تحمسنا وإن شاء الله نعيدها بإذن الله مرة ثانية. تجربة جدا أكثر من رائعة صراحة، كنا نفتقد هذه الأجواء بخصوص الجائحة اللي صارت، والسينما وفرت لنا وعوضتنا عن هذا كله، يعني أجواء جدا رائعة ونتمنى نكررها مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله. أول حاجة طبعا ألف مبروك للهلال يعني وجمهور الهلال عموما. طبعا تجربة كانت جديدة، أنا كنت مترددة في البداية صراحة إني أجي، بس أولاد أخويا قالوا لي إلا لازم، بس هم كلهم هلاليين وأنا معاهم هلالية، فجيت فصراحة يعني مرة كان حلو، يعني أحلى من أجواء البيت، بس في حماس الجمهور الناس التشجيع يعني، فإن شاء الله يعني إنه تستمر يعني الأجواء هذه. يعني نشكر رابطة دوري محترفين أولا ومو في سينما على المبادرة الجيدة اللي خلتنا إحنا يعني نعوض شيء، يعني أنت عارف الحضور الجماهيري بسبب جائحة كورونا متوقف الآن، فجو السينما خلانا إحنا تقريبا نعيش أجواء الملعب صراحة، يعني بالذات إنه اليوم كلهم هلاليين اللي حولك والمباراة ساعدتنا، فكانت الأجواء جدا جميلة صراحة. أيوة أنا عندي خال بس يطقطق علي عشان أول كان يطقطق علي أول قبل ما تبدأ أمس، يقول لي حيفوز النصر 6-0، كنت أنا قلت له 3-1، بعدين هذا جاء يوم المباراة وطقطقت عليه. لو يعرضوا لنا بعد في السينما الدوري مع وليد يسوون خير والله. إيه والله لو خلص المباراة ويبدأ الدوري مع وليد كذا ننام بالسينما ما عندنا مشكلة. إن شاء الله والله فكرة نحط الدوري مع وليد في السينما بعد المباريات، ليش لا؟ إن شاء الله يا رب. إحنا بنروح الفاصل مشاهدينا ومستمعينا ونرجع نواصل، ابقوا معنا. يا هلا وسهلا فيكم من جديد. في النادي الأهلي هناك ملفات عديدة تحتاج للتوضيح، من ضمنها شكوى جانيني ومطالبته بفسخ العقد، وأيضا استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة القادم في الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وملفات صراحة كثيرة مهمة استنطق فيها زميل وليد الخضير الأستاذ محمد الحارثي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. أهلا وسهلا فيكم أولا ومرحبا بكم في النادي الأهلي. جانيني طبعا من اللاعبين المهم اللي كانوا مؤثرين في النادي في الفريق الاول في النادي الاهلي. حقيقه جانيني كان في شكوى وفي ملف، الان الاداره القانونيه بتجهز ملف لحفظ حقوق النادي والرد على شكاوي جانيني. طيب خلينا نقول اللاعب يعني قال انه هو يعني عنده رواتب متاخره، انتوا يعني هل فعلا ما سلمتوا رواتب ولا في كلام ثاني؟ النادي الاهلي عن طريق المركز الاعلامي صدر بيان بتاريخ 13/7/2020 اوضح هذا الامر، انه فعلا هو عنده يعني استلم رواتبه الى شهر 5، متبقي له شهر 1 فقط وشهر راتب شهر 6، وسيصرف كان بجدوله مثل باقي اللاعبين. خطبته مع اللاعب قلت له تعال مثلا سلمك الراتب او شيء المتاخر، هل في تجاوب من اللاعب ولا لا؟ ما كان في تجاوب. كان في مخاطبات كثيره مع اللاعب بدايه من نهايه الجائحه وقرار عوده الموسم الرياضي، استئناف الموسم الرياضي، وفي تلك الفترة قال انه بلده اللي هو الراس الاخضر ما كان فيه طيران، تواصلنا معه اكثر من مرة ما كان فيه تجاوب كبير من اللاعب، حاولنا التواصل عن طريق وكيل اعماله وعن طريق اي شخص نقدر نوصل له، الى ان وصلتنا الشكوى بدينا برفع الملف القانوني، والحمد لله النادي الاهلي موقفه قوي. طيب خلينا بس اقول يعني هل في مثلا دائما لما يكون في تحويل رواتب او شيء، هل في مثلا اشياء بنكيه تثبت انه على اساس انه في الفيفا تثبت انه مثلا اللاعب استلم رواتب الشهر 5؟ اكيد اكيد، اصلا ممنوع انك تسلم الرواتب كاش، او لازم تحول تحويل بنكي. حلو. وتطلب مننا من قبل الاتحاد السعودي لكره القدم ما يثبت انه في لجنه احتراف ما يثبت انه استلم رواتبه اي لاعب محترف. حلو، عشان نقفل الموضوع ايش الحل الاخير اللي راح يكون بينكم وما بين اللاعب؟ والله ما زال الموضوع الان ما بين الاداره القانونيه في النادي وما بين اللاعب ووكيل اعماله، وان شاء الله يكون الحل قريب باذن الله. طيب يوسف البلايلي متى راح يكون موعد العوده؟ يوسف البلايلي مشكله فقط في موضوع الطيران من بلاده الشقيق، البلد الشقيق الجزائر، الان وصلنا الحل الحمد لله، وفي القريب العاجل هيلتحق بالفريق الهلاوي بالتدريبات باذن الله. ما في تاريخ محدد مثلا انه راح يوصل اللعب فيه؟ مبدئيا في حجز 10 اغسطس، فان شاء الله يتم الموضوع هذا وتطلع الطائره
ويجي في هذا الموعد باذن الله. مثلا لو قلنا اللاعب انه ان شاء الله وصل مثلا في 10 اغسطس، هل راح يكون مثلا في حجر للاعب مثلا؟ على حسب البروتوكول الطبي الصادر لازم تعمل مسحه للاعب في اول ما يوصل، بعد او بعد 3-4 ايام من وصوله، نتاكد من سلامته ان شاء الله من الكوفيد 19 الكورونا، وبعد كذا يواصل تدريبه زيه زي الباقي اللاعبين اللي وصلوا من الخارج. الان انتم جالسين تتواصلون معاه وجالس مثلا يؤدي تدريبات في الجزائر؟ نعم، هو متواصل، وعن طريق المعدل البدني عندنا في النادي ارسل له برنامج تواصل معنا وملتزم بهذا البرنامج اللياقي. طيب حلو، خلينا نتكلم على موضوع سمان المؤشر. يعني طلعت اخبار انه اللاعب وقع، جدد، مدد، خلينا ناخذ منك العلم. الان الحمد لله هو تم التمديد مع سلمان مؤشر والتوقيع في الغضون الايام القادمه، وسلمان اهلاوي باذن الله. طبعا احب اشكر في هذا المقام صاحب سمو الملك الامير منصور بن مشعل على تجديد ياسر مسليم وسلمان مؤشر واداره النادي برئاسه الاستاذ عبد الله مؤمنه، وان شاء الله كل الامور تنتهي حتى اللاعبين المجدولين عندنا في عقودهم تنتهي تباعا باذن الله. متى ممكن يقدر يشارك سلمان؟ سلمان جاهز المشاركة، جاهز، ينتظر فقط الإشارة من المدرب، الإشارة الفنية من المدرب. ممكن نشوفه مثلا في الديربي إذا وافق المدرب؟ على حسب المدرب وجاهزيته البدنية إن شاء الله يا رب. حلو. طيب سعيد المولد، هو المفروض أنه يوم الأحد المهلة الأخيرة أنه يدفع 1,000,000 ريال للنادي الاتحاد، هل لو ما مثلا ما دفع اللاعب هل ممكن أنه يشارك في الديربي؟ سيد المولد قضية مرفوعة من النادي الفيفا، نادي الاتحاد والفيفا وبين اللاعب، فإلى الآن ما وصلنا عقوبة، ما وصلتنا، وصلنا الخطاب، وصلنا خطاب اللاعب وخطاب وكيله بوجوب السداد، بس عقوبات إلى الآن ما صدر شيء. بس إنه عارف إنه آخر مدة اللي هو يوم الأحد القادم اللي هي نفس موعد الديربي، ممكن تكون آخر مدة سداد، لكن لن تصدر عقوبة فورا، يعني من آخر مدة ما أتوقع الفيفا يصدر عقوبة فورية، يعني قد تاخذ اكثر وقت. طيب عبد الفتاح السيري، نعم، يعني البطوله الاسيويه الحين الجمهور جالس يسال عبد الفتاح السيري بيشارك مع الاهلي بطوله اسيويه، بيشارك مع النصر بطوله اسيويه، راح يشارك مع مين؟ لا فتاح لن يشارك مع الاهلي، ولكن ما اعرف ظروفه مع نادي النصر، لكن هو لن يشارك مع الاهلي. مع الاهلي؟ لا لن يشارك بطوله اسيويه، حيكون معنا في الدوري ان شاء الله بس لن يشارك بطوله اسيويه. طيب حلو. الديربي يعني كثير من الجمهور يسال ايش الغيابات، ايش النقص الموجود في النادي الاهلي؟ الى الان الحمد لله الموجودين فيهم الخير والبركه، اللي مش موجودين بلايلي وجانيني، ليما طبعا ايقاف 3-4 كره صفراء، ايقاف عن المباراه، الباقيين موجودين الحمد لله، اي اصابات كانت خفيفه في العياده اليوم وان شاء الله يتجهزوا باذن الله للمباراه. ماركو مارين، هو ماركو مارين الوحيد اللي عنده اصابه عضليه، احتمال كبير ما يتجهز مباراه الاتحاد، ولكن ممكن يعني ما زال العياده الطبيه، لكن الباقيين راح يشاركون. نعم باذن الله، نعم الباقيين جاهزين باذن الله. طارق نوفل، يعني أمور كثيرة قد تبدو مزعجة لمدرب النادي الأهلي قبل انطلاق الديربي، هل هذه الملفات ستؤثر على الفريق فنيا في الديربي؟ شوف، فنيا لا يمكن أن أخوض فيه بشكل كبير جدا، الأهلي يحتاج إلى استقرار، بدأت ملامح الاستقرار بالتجديد لسلمان المؤشر، إغلاق ملف عبد الفتاح عسيري والشفافية العالية من قبل إدارة الأهلي أنه وضحت أنه لن يلعب في البطولة الآسيوية، سيلعب في بطولة الدوري. الوضوح جزء من هدوء المعسكر دائما، وهذا الشيء اللي دائما أنا أنصح فيه الإدارات أن تكون هادية وواضحة وشفافة مع الجمهور. الأهلي فيما يخص موضوع بلايلي أعتقد أنه بالفعل تم الحجز، هو اللاعب جمال بلعمري في يوم 10 أغسطس، هناك إجراءات من قبل الحكومة الجزائرية لابد أن ينفذها اللاعبان أو الناديين، يعني يقومون فيها عن طريق أعتقد عن طريق السفارة لحل المشكلة، أنه هناك تقييد كبير أو إجراءات، يعني ما أقول معقدة، إجراءات صعبة شوي في الجزائر، صارمة للسماح لهم بالسفر إلى السعودية. أتمنى بالفعل أن يكون متواجدين اللاعبين لأنهم علامة فارقة في الدوري السعودي، بس لو سمحت لأن موضوع ديربي وبتحدث كذلك على الاتحاد، في الاتحاد أنا باختصر الموضوع، كل المدربين أتوا، عالمي مدرب سبق حقق نجاحات، هذا المدرب اللي حقق نجاحات كبيرة قبل، أعتقد الكل مهيئ أنه ممكن يغادر المشهد الاتحادي إلا شخص واحد فقط. من هو؟ الإدارة. ليه؟ كلنا تحدثنا على أنه بإمكان اللعيبة يروحون مثل ما ذكر أبو عبد العزيز، بالفعل أبو عبد العزيز كلامه نابع من قلب اتحادي حقيقي، يتحدث على أن هناك بعض اللاعبين لا يقدرون الشعار الاتحادي. نعم صحيح، وكذلك هناك مدربين تعاملوا مع الاتحاد
ما هو بجدية الوضع اللي هو عيشه ولا مستشعر وضعه. تحدثنا عن كل، تحدث عن الإعلام، تحدث عن كل شيء في الاتحاد، لكن لما يأتي الحديث عن الإدارة، الإدارة تحذر اللاعبين، الإدارة توصي باللاعبين وتشد من همتهم، لابد أن المباراة الجاية مباراة مهمة، لكن الإدارة ما في حد يحاسبها. يعني أنا ابتعدت كل البعد، ولكن موضوع الاتحاد موضوع خطير. خلي الجمعية العمومية، خلي الجمعية العمومية تشد حيلها وتجلس مع إدارة نادي الاتحاد وتناقشها يعني في هذه الملفات. كلام كلام أبو محمد على ما تم صراحة للأمانة، اللعيبة والإدارة ما حد حاسبها. لا بالعكس، احنا تكلمنا عن الإدارة وانتقدنا الإدارة وقلنا فيها وكانت فيها أخطاء. وعلى فكرة الجمعية العمومية اجتمعت في إدارة نادي الاتحاد وناقشتهم وتكلمنا وقلنا أخطاء وانتقدناها بشكل حاد جدا جدا، وأخطاء. وما زلت أقول لك السبب الرئيسي في أنه هذا الاتحاد وصل لهذا الوضع هو الإدارة بعدم قدرة اختياراتها للاعبين الأجانب. عبد العزيز ممكن لكن سؤال بسيط لك، لكن بعد إذنك سؤال لكن بسيط لكن اسمح لي. لكن الشيء المهم جدا انه الان احنا في وضع الاتحاد، فين اعضاء شرف الاتحاد اللي قاعدين يقولوا اتحاديين؟ فينهم؟ كل فين؟ الانديه اغلبها لا 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 لا, لا, لا معليش معليش، في الشباب في ناس تدفع، في الهلال في ناس تدفع. وين الشباب؟ وين في ناس تدفع غير خالد البلطان؟ يعني هو خالد البلطان يدفع لحاله؟ في الاهلي، في الاهلي في عندهم رجل، يعني لو مشي هذا الرجل الهيئه اعتقد هي الامير منصور اللي مشي، لو مشي الرؤساء لو مشي لكن بشكل عام. لكن اسمح لي اقول لك اعضاء شرف لانه اهلاوي اصيل واهلاوي عتقي من زمان، من 35 سنه فهو انا اللي اعرفه يعني انه هو اهلاوي اهلاوي، وبالتالي ما يمكن يسيب الاهلي. فين الاتحادية اللي لهم 40 سنة و 30 سنة والنادي شهرهم والنادي عرفهم والنادي خلاهم يكونوا وصلوا للشهرة هذه والأضواء؟ فينهم؟ ما يدعموا نادي الاتحاد، يدعموا الإدارة هذه. وإن كان ما يبغوا الإدارة هذه، إن كان ما يبغوها يسووا جمعية عمومية يقولوا نحن ما نبغى الإدارة هذه، ها، والإدارة هذه تمشي ونحن نجي نشتغل بدالها وندفع فلوس. ترى عندهم مليارات ما شاء الله تبارك الله، في ناس عندهم مليارات، اللهم زد وبارك. ايوه الله يزيدهم عبد العزيز. بس ادفعوا يعني النادي هذا ناديكم اللي تحبوه، ها، انا لو عندي فلوس والله لا ادفع لنادي الاتحاد، بس اوقفوا الاتحاد يا ليت كل الاتحاديه زيك ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز لو كنت رئيس نادي الاتحاد، اسمح لي شوي، لو كنت رئيس نادي الاتحاد انت يا ابو عبد العزيز واخذت هذه الفتره كلها وتشاهد انك قريب جدا من الخطر، وانت الان مقتنع انه ما قدرت تخرج الاتحاد من دائره الخطر، صحيح، ايش بتسوي؟ ايش اسوي؟ السجين؟ انت اتحادي، انا اعرف انك اتحادي. لا لا لا, لا لا انا لو انا اتحادي ما سويت زي كذا، لو انا جيت من البدايه والله ما اسوي زي كذا، لاني هذه الاشياء اللي سووها انا قلت لهم، هي انا اخترت خطا، عارف ان انا قلت لهم الاشياء هذه اللي قبل ما بتصير، قلت لهم اتبوا لا تكرروا نفس الاخطاء، اختاروا اللعيبه الصح، المدري ايش الصح، اختاروا الناس اللي يدوك الكلام الصادق. لكن للاسف، لكن خلاص احنا الان ما نقدر نتكلم، خلاص نص دقيقه. الوضع الان انه في تعديل، بس المشكله انك انت لما تبني بنا من تحت الاساس يكون خربان، ها، وش تنصح الاداره يا ابو عبد العزيز؟ ما ينفع الترميم، ينفع تبدا من جديد السنه الجايه ان شاء الله. الاتحاد ان شاء الله باذن الله الاتحاد يستمر باذن الله في الدوري، طيب، وياخذ كاس البطوله العربيه. وش تنصح الاداره يا ابو عبد العزيز؟ انصح الاداره ان هي لازم تعترف ان هي اخطات بحق الاتحاد، وانصحها، ما في نصيحه انها تمشي، انصحها ان خلاص جابت حامد وحامد موجود الان مع الفريق، ولكن الخطا الجسيم اللي وقعت فيه، ها، خطا حقيقه كلف النادي انه يوصل للمرحله هذه. ولكن التعديل ممكن اذا تعدل الوضع وقع الاتحاد وحقق البطوله العربيه، السنه الجايه لازم يكونوا يستفيدوا وياخذوا اراء الصادقين المخلصين. انتهى وقتي، شكرا لك جمال عارف، يعطيك العافيه. شكرا لك طارق النوفل. شكرا لك. وعلى النصر ان يعيد 2014 النصر الهادئ اللي حسم الدوري بوقت مبكر. طيب شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، غدا ان شاء الله يتجدد الموعد في نفس التوقيت 11 مساء، لذلك الحين دمتم في رعاية الله.